اعتقد انه بهذه الطريقه اليونانيون قادرون على ايصال المباراه بهذه النتيجه حتى لنهايه الشوط الاضافي الثاني. تمريره في العمق قد يكون الاول واليونان تفعلها. اليونان تسجل الهدف الاول في الدقيقه 31، اول هدف عن طريق ديمتريوس سالبينجيديس متوسط ميدان المنتخب اليوناني. تمريره في العمق مثاليه والمتابعه من جانب سالبينجيديس، واحد من افضل اللاعبين على مستوى امبراطوريه وسط ميدان اليونان. تمريره في العمق مثاليه ومتابعه اجمل من اللاعب سالبينجيديس. لاحظوا التمريره في العمق كانت ذكيه، سامراس نانيوي والمتابعه من جانب سالبينجيديس. هو الهدف الاول بعيدا عن الرقابه الدفاعيه، سالبينجيديس.